ما نصيحتكم للنساء اللاتي يلبسن النقاب الواسع وقد فتن الرجال؟ عليهن أن يتقين الله وأن يحتجبن عن الرجال بالحجاب الكامل، بالحجاب الكامل الذي يستر جميع الوجه ويستر البدن، لأجل أن تصون نفسها وأن تسلم في نفسها ويسلم منها الناس، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب فيه طهارة للقلوب، فيه طهارة للقلوب، وعدم الحجاب فيه نجاسة للقلوب والعياذ بالله. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تحتجب حجابا كاملا ساترا يحصل به المقصود.